بس قررت بما انه اني اخذ قرار لازم انفذه. هاي كلش نادر اسوي فلوجات، انه بالاسبوع مره راح انزل فلوج لكم عن بالجيم. اهم شيء الجيم، ليش تحكون واني اصور؟ لا تحكون يا امي. راح اعطيكم الاغاني الحلوه اللي انا احبها. لا تشدد ماكو، كلش تعبانه نفسيتي. نفسيتي تعبانه. لا تشدد نفسيتي، ما تعبانه، بس اليوم عندي تمرين على الساعه 8 يمكن، بحس بقلق. لا انت ليش طالعه وياي؟ ما طالعه، طلعت شوي. المشاهير يعرفوني طبعا، تعرفون هي كلش مشهوره، هي شهرتها اكثر من عندي، ما كنت حاجه. بدي اسوي فد فعاليه، بس الفعاليه غير معروفه لحد الان. ليش يبان علي ويضحكون؟ عبالهم ماني هالشاقه، ما يدرون بياني كلش. ما شاقه. قبل فتره كنت هذه الجامعه كلها راح اشوفكم اياها، اللي انا كنت قافلتها بتضليل على مود الشمس، ما اعرف شنو السبب، بس هسه انا فتحتها. او جاد، شلون كنت ساده هذه الجامعه الحلوه الكيوت، والفيو يجنن وهي كامله. وات ذا فاك. ليك الذكرى ترجعني ترى للحين، انا احبك واشوفك. ضعي ضعي كنت داريد اجي على مود اشتري الستاند هذا من فاملي مول، بس المشكله انه انا طلعت ناسيه المحفظه مالتي بالبيت، لانه اليوم رحت على الماركت بالبيت. هم زين اصدقائي وياي يعني الحمد لله. روح بيبي وقني يعني شويه. جبت الطيران، جبت الطيران. Say hi. Hi. Hi two. Hi three. طبعا معلومة لازم اروح، ومحلفيني محلفيني انه انا اللي اروح. تعرفون أني بالعادة ما أحب إنه أكون بمناسبات، ما أحب أكون بعيد ميلادات وهاي الأشياء، لأنه خلصت من المول تعبانة. I'm so sick. لأن أني كيوت، لأن أني كيوت.